مرحبا بكم أصدقاء في فيديو جديد. فيديو اليوم سيكون عن أيردروب لعملة جديدة ستدرج على منصة P2P ومنصة بيتمارت. قبل أن نبدأ أصدقائي، إذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة، أدعوك للاشتراك وتفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد. رابط التسجيل ستجده في صندوق الوصف، بعد الضغط عليه سيحولك إلى هذه الواجهة، ثم هنا تضع البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن هنا تختار الدولة، ثم تضع رقم الهاتف، ثم كلمة المرور، ثم تعيد كتابة كلمة المرور، وهنا كود الإحالة تتركه كما هو، ثم تحل هذه الكابتشا وتضغط على تسجيل. بعدها تظهر لديك واجهة الايردروب بهذا الشكل، تضغط هنا على خانة الايردروب، ثم تكمل هذه المهام. لديك 5 مهام تويتر، ومهمتين في التليجرام، ومهمة واحدة في الميديوم واليوتيوب والانستغرام. نبدأ بالتويتر، تضغط على جو ميسيون، ثم تجد بعض الحسابات هنا، مثلا هذا، تضغط على فولو، ثم تضغط على متابعة وتعود للموقع، ثم تضع اليوزر نيم الخاص بك هنا وتضغط على سبميت. بالنسبة للرصيد الخاص بك تجده في المحفظة أو في الواجهة الرئيسية. هنا بعدما أكملت مهمة التويتر أصبح رصيدك 1800 قطعة. تفاصيل إضافة شبكة العملة على محفظة الميتاماسك ستجدها في قناة التليجرام. ثم تضع هنا عنوان السحب وتضغط على ويدرو. بنفس الطريقة تكمل باقي المهام، تتابع حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتترك اليوزر نيم الخاص بك. بالنسبة للسحب أصدقاء فهو متوقف في الوقت الحالي، عند فتحه سيتم إخباركم بذلك. كان هذا كل شيء، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.